رميت حياتي من وراي ومشيت فرقة بيضة كتبت راني عييت تاني البابور ومشيت لبعيد خليت الموي معي. بالنسبة ما غبرتش أنا الصراحة، أنا كاين غير كنا المدة ديال تقريبا عام ما نزلت والو، حيت بغيت نعطي الجمهور شي حاجة اللي تكون في المستوى ديالو ويكون الخدمه. وجدنا كما كنقولوا بزاف ديال الاعمال دابا، ان شاء الله ما بقاش نغبر عليكم حيت بغينا نعملوا شي حاجه كاليتي ومزيانه وما بقاوش نغبروا عليكم بحال اللي غبرنا المره اللي فاتت. كورونا ماشي السبب اللي غبرنا، بالعكس كورونا هي اللي خلاتنا نجلسوا ونشوف ونعرفوا راسنا مزيان ونشوفوا الباشن ديالنا. السبب كان هو اننا بغينا كما قلت لك نعملوا شي حاجه في مستوى، فالحاجه اللي في مستوى كتطلب خدمه بزاف، كتطلب جهد بزاف، كتطلب فلوس، فحاولنا هادشي كامل نجمعوه ونعطيو بروجيت مزيانين الحمد لله. بالنسبه علاش اختارينا هاد الوقت باش نطرحوا راني عيت، هو السيتوياسيون اللي كنعيشوها ديال كورونا، ولا نقدروا كنشوف انا هادي احسن فتره، حيت اذا نزلت كنظن عمل ديال الحب ولا هابي شويه، راه الناس عيات من هاد كورونا شويه. ف كنظن راني عيت نيت العنوان كيوصف الحاله اللي حنا عايشينها اللي هي كورونا، والناس ما كتسافرش، الناس عيات باغا تشوف الاحباب ديالها. كاين الناس اللي بقاو برا المغرب ولا كاين الناس اللي بقاو في المغرب هما ماشي من المغرب. دونك انا اصلا في الاغنيه كنقول الناس اللي كيمشيو مثلا للغربه وكيبقاو مغاربين، وبزاف المغاربه كيمشيو للغربه وكيبقاو دابا تما ما قادروش يرجعوا بحالهم. بالنسبة لراني عيت راه كنظن كتمثل المغاربة اللي في برا المغرب كاملين، وكتمثل أنا هاد الأغنية تصورت راسي أنايا في إذا كنت مثلا في شي بلاصة، وأنا ديجا أنا دابا في كازا وبعيد على والدي، مي أنا نقدر نمشي نشوف والدي ولكن واحد آخر ما يقدرش. سو حاولت نعطي الناس كما قلت لك شي حاجة اللي تاتشيهم اللي تقيسهم. وأنا عندي بزاف ديال صحابي اللي عايشين مثلا كيقراو في تركيا، اللي كيقراو في الألمان ولا شي حاجة، وما قدروش يجيو المغرب، توحشوا والديهم، توحشوا العائلة ديالهم. سو هادي ليلهم كاملين والمغاربه كاملين. بالنسبه لنا راني عيت داز كيما يكلب الصراحه، كيدوز في اجواء زعما فاني وفريندلي، يعني عائليه، مع حتى التيم اللي كنخدم معاه انايا ماشي غريب عليا، صحابي اللي هو حمزه الملاحي المخرج ديما كنخدم معاه بزاف، فصراحه ما كنلقاش مشكل انايا، كيدوز داكشي سلس ساهل ومضحك كما كنقولوا. صورنا الكليب في الشاون مدينه غزاله تبارك الله، الجوهره الزرقاء، داز داكشي واعر الحمد لله، وهيداك مع اي كليب ان شاء الله. اول حاجه كنحيينا الشباب ديالنا كاملين، كنحيي الفنانين المغاربه كاملين. لا انا ما كنشوفهاش هيدا، انا كنشوف يمكن كل واحد وقته، والحمد لله حنا خدامين، يعني حنا كنعطيو الجهد ديالنا وربي كيسهل، يعني ماشي كلشي غيبان في دقه واحده وماشي كلشي غيطيح مره في واحده، يعني حنا كنعملوا الجهد ديالنا وخصو الناس خصهم يعرفوا اننا حنا كنخدموا انديفيدجو، يعني كنخدموا فردي، راسي جهد بوحدي. اون فوا ان شاء الله غيكون شي انتاج كبير، غنقدروا نعملوا اعمال كبيره وغادي نعملوا اغاني برودكشن، يعني انتاج كبير. وكما قلت لك يعني ما كاينش مقارنه، حيت كل واحد والفانز ديالو، كل واحد والجمهور ديالو. عندي واحد المشروع ان شاء الله كاين بزاف، كاين كما قلت لك حنا ما غبرنا حتى كنا موجودين بزاف ديال الاغاني، منهم اللي غيخرجوا في مورا شهر 12، كاين اللي غيخرجوا في الصيف، يعني عندنا اعمال واجده وان شاء الله كنتسناو غير البيرفكت تايم وغنحطوها. كاين خليوها مفاجاه، حيت كاين ديو زوين مع واحد الشخص اللي كيبغيوه كاملين بزاف، ونيت من الشمال، وكاين حتى واحد ماشي من الشمال، مي نقدروا نقولوا حتى هو من الشمال ما عايش في المغرب. كاين بزاف ديال المفاجات ان شاء الله. وكورونا ضرتنا كاملين في جيبنا. كنظن كورونا ضرت كل شيء، يعني من ناحيه كما قلت لك الناس ما كتقدرش تسافر، ما كنقدروش، خصوصا حنا ديزارتيست كنسافروا بزاف، والخدمه ديالنا اصلا واقفه دابا اللي هي الشوكيس، الحفلات، المهرجانات، كلشي واقف. هذه نقدر نقولوا حاجه اللي ضرتني وضرت الفنانه كاملين كنظن، وفاش نفعتني هي خلاتني نتعرف على الناس اللي قرابين مني بزاف، حيت جلست حداهم وبزاف فادتني اكثر انني انا عرفت راسي شكون انا، وجلست مع راسي وصوت ميوزيك، صوت اعمال، الحمد لله. وان شاء الله تدوز هاد كورونا
ونرجعوا لحياتنا وتكون هذه واحد الفترة اللي تعلمنا فيها شوية أن الحياة تقدر تتوقع أي حاجة تقدر توقع، يعني مشي ديما الحياة مزيانة ومشي ديما خيبة. طلب 2020 في كلمة الله يخرجك على خير، و 2021 في طلب بليز تكيسي شوية علينا.